يقول أخي تزوج امرأة وكان عندها بنت عمرها سنة، هل أكون أنا محرما لهذه البنت عندما تبلغ؟ لا، أنت لست محرما لها، لأنها بنت زوجة أبيك ما تكون محرم لها، إنما أبوك هو الذي يكون محرم لها لأنها ربيبة له. قد قال الله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فمحرمها هو زوج أمها، أما أنت فليس لك بها علاقة وهي أجنبية منك.